السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الله، اتفضل. الله يبارك فيك. شيخنا، القصص في المسائل ما دون الحدود. الايه؟ القصص في ما دون الحدود. القصاص والجروح قصاص. ما السؤال؟ بالنسبة للانفجارات التي قد تحدث من ناحية الجروح، كيف يكون القصاص فيها يعني؟ بس والله في مسائل القصاص فيها وارد، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصاص. يعني مثلا واحد ضربك أسقط لك سن، سهل أن يؤتى بشخص طبيب يخلع لك سنا ما كان السن التي كسرت، لكن هناك أمور في الجراحات يصعب فيها القصاص، كأن يشج شخص رأسك إذا جئت تشجه بنفس الشجة مات فيها، فحينئذ تؤرش أو يعني يقوم الجرح قرش من القرش يعني. في السبت والشتم شيخنا والغيبة والنميمة وهات كده أعراض. لا، واحد قال لك يا ابني كذا وشتمك بقذف، ما تشتمه بقذف، إنما هو يعذر أو يجلد على حسب ما يستدعيه الكلام. الاعتداء على الأعراض على النساء يعني الاعتداء باليد، كيف يكون القصاص فيه؟ يعني واحد جاء لزوجتك لطمها على الوجه، تلطمه على الوجه؟ أو حاول الاعتداء على كل قضية لها ملابساتها الخاصة بها. نعم. قد ورد أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان في غزوة فلطم عمه رجلا، فطلب الرجل القصاص، وأمير الجيش خالد والضارب عمه، فألح عليه الناس أن يعفو، أبى أن إلا أن يقتص. فلما أبى إلا أن يقتص أتى خالد بعمه وقال هاك فاقتص منه، فرفع الرجل يده كي يلطم عم خالد، ثم قال الرجل تركتها لله، تركتها لوجه الله ليس لخالد. السلام عليكم.